وفاء منوراني. بنورك حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. طيبه استاذه انجي. اول فقره معانا هي فقره لما كنت، هسالك فيها عن اعمالك وكواليس شغلك، بس الاول قوليلي بدايه شغلك في الفن كانت ازاي. وانا معايا ليسانس اداب قسم مسرح جامعه اسكندريه. اول حاجه اشتغلتها كنت وانا ايام الجامعه، ويعني المفارقه في اني اول ما بدات تراجيدي، فاخدت ممثله اولى جمهوريه على الجامعات، وكان مسرحيه حلم ليل الصيف لكاتب شكسبير، فاخدت ممثله اولى جمهوريه يعني كمان. بعد كده جيت القاهره، هنا كان اول حاجه ليا الف ليله وليله، كان حلقه عفريت النار. استاذ عبد العزيز سكري كان المخرج، مع استاذ احمد عبد العزيز والفنانه دلال عبد العزيز الله يرحمها يا رب. فدي كانت بدايتي. دور سفاجه في خالتي فرنسا. خالتي فرنسا إيه مع الفنانه الجميله عامله كامل. هو كان المخرج يعني، كان معانا زميل هو اصلا في كليه الهندسه، فكان معايا. شوف سبحان الله يعني المفارقات، ان هو فعلا كان المسرحيه اللي انا اشتغلتها في اسكندريه، فهو كان برضو ممثل معانا. لما جينا ربنا كرمنا واشتغلنا مع بعض في سفاجه خالتي فرنسا. برضو الدور يعني الناس الحمد لله والشكر لله حبوني فيه، وكان بشكل واضح، ومع شركه العدل جميله، وانا اشتغلت معاهم برضو مسلسل بيتعرض. ان الدور رغم انه كبير في دلوقتي بيتعرض، لا ده كان اكبر. فيعني كانت معانا زميله ما جاتش، وانا المفروض ان في نفس المشهد، فلغوني مشهدين. لغولك مشهدين؟ بسبب ان يعني ما جاتش الاستاذه. فلا بس الحمد لله بالشكل ده كمان جميل، الناس بتحبني يعني أصلاً. كان عندها ظرف وانت فكنت انا موجوده معاه في نفس المشهد، واتلغى ليكي مشهدين. فاضطر بعد ما عملت الباروكه العجيبه اللي كنت لابساها والمكياج الغامق ده وكده، الله يرحمه المخرج. بالمناسبة انت علي. على الحقيقة يعني على فكرة هي زي القمر على الحقيقة. ربنا يخليكم. انا استغربت انت بتطلعي ازاي الميك اب ده والشكل ده في الافلام. ربنا يحفظك. بتقدري تعملي ده ازاي وتتحمليه ازاي؟ دي مصداقية الحالة بقى ان انت يعني انا في مسلسلين اللي بعملهم دلوقتي، وده برضو راجع لفنانة جميلة الله يرحمها استاذة عايدة عبد العزيز. لما جيت اشتغلت معاها في دهشة لقيتها مختاراني، تقول انا مختارك انت بالذات عشان الشخصيه محتاجه الكاركتر ده، ان هي تبقى انسانه انا شغال عندها وجعانين، ويعني حالتنا النفسيه والماديه، فمش هتجيب واحده يعني تبقى بنت عز باين عليها، وكمان بتقعد تشخط فيا، فطبيعي ابقى كش فيها، مش ان انا ابقى. فلقيت ان هي يعني الحمد لله ان انا مجتهد ان انا ماشيه صح. فحتى في العملين اللي هم في رمضان بيتعرضوا، لما قالوا لي عليهم بقيت ما باكلش كتير، رغم انا كده كده في الطبيعه باكل، بقيت بحاول عشان اخدم برضو الشخصيه، لان الشخصيتين طالعين ان هي برضو من يعني متوسطين الحال وكده، فمش بتاكل، فبحب قوي بهتم. فعشان كده المكياج كمان بقعد افكر ان هي كاركتر، وكاركتر المفروض ان هي مش هتتحب ولا تتجوز، فبنشتغل الحته دي يعني بجتهد فيها يعني.